طيب احمد حسام ميدو واحد برضو من المدربين اللي رايهم مهم جدا وله تجارب احترافيه، اعتقد محتاج تسمع رايه. عين ان في فرق في المستوى، يعني بايرن ميونخ مستوى تاني خالص، لكن في الكوره اي حاجه ممكن تحصل. لازم لعيبه الاهلي تحلم ان هي تقدر ان هي تتخطى بايرن ميونخ. لازم لعيبه الاهلي ما يفكروش ابدا ان دي الفرقه اللي كسبت برشلونه 8. كل مباراه وليها ظروفها، وكل ماتش ليه مواقفه وليه رجاله وليه ظروفه، زي ما انا بقول لكم. فليه لا؟ وليه الناس ما تحلمش؟ وفي الكوره ممكن اي حاجه زي ما قلت لكم ممكن تحصل. ممكن الراجل المدرب مع ضغط الماتشات في الدوري الالماني مع السفر ياخد قرار ان هو يريح 4-5 لعيبه، ممكن، ويكونش يعني ما يكونش مقدر الاهلي بشكل كويس، رغم تصريحات رومينيجا برضو النهارده. والالمان احنا عارفينهم ان هم بيحترموا الجميع، وان احنا لازم ما يعني ما ينفعش نبقى متعجرفين، لازم ان احنا نحترم المنافس. ف لازم لعيبه الاهلي تحلم ان هي تقدر ان هي تتخطى بايرن ميونخ. وليه لا؟ ممكن يعني الناس اللي بتتفرج عليها ممكن يقول لك مجنون، انت مجنون. ليه لا؟ في الكوره احنا شفنا كل حاجه. تاني صحيح ان الالمان عقليتهم ما بيستهونوش بحد، وبياخدوا كل حاجه على محمل الجد، وبيشتغلوا جامد، يعني بيشتغلوا بشكل سيريس في كل المباريات وفي كل تدريبه بيشتغلوها. يعني اتفق طبعا مع احمد حسام ميدو في جزء واختلف معاه في جزء. احمد حسام ميدو طبعا خبرات كبيره ولعب على مستويات عاليه في اوروبا. اختلف معاه ان ممكن المدرب يريح بعض اللاعبين المهمين. لا، البايرن مقدر قيمه البطوله ومقدر قيمه الاهلي، فهيلعب بالقوه الضاربه بتاعته من بدايه المباراه. اتفق معاه ان احنا نحلم او لعيبه النادي الاهلي تحلم، واللي صراحه وخاصه ان الحلم مشروع. بس يعني بشرط يكون احلام يقظه طبعا، مش ننام عشان نحلم، مش عايزين ننام، احلام واقع.